هذه الذكرى لوجود العديد من الملفات العالقة بالمنطقة، وسنظل نسلط الأضواء باستمرار على وضع الشهداء الخمسة الذين وجدوا مقتولين بالوكالة البنكية المراودة، ونحن في تتبعنا لهذا الموضوع تبين لنا على أن حفظ الملف لعدم كفاية الأدلة يبين على أن القضاء لم يقوم بواجبه، وأن تدخلات جهات خارجية من أجل طمس حقيقة ما جرى. وفي مقدمتها اتصلت معي المريض الحسيمة وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف الحسيمة، يتضمن العديد من التقارير التي أنجزها الشرطة القضائية، ضابطة القضائية، بالإضافة إلى تقارير ديال المعاينة والتحليلات التي أنجزتها المختبرات فيما يخص تحليل الجثث وأسباب الوفاة. الحلقة المفقودة في كل هذا الملف، والذي نعتبر أنفسنا مجبرين على متابعة حيثية الملف، يتبين بأن جميع الأقراص المدمجة وجميع السيديات الموجودة في وكالة المرابطين، في القاضي الفلاحي، في بنك الوفاء، في بنك المغرب، في السياج، كلها مشوشة ولا تظهر صورة بارزة لأي مواطن دخل إلى وكالة المرابطة. أكثر من ذلك، على خلاف تمام ما يشاع، أن وكالة المرابطين لم تدلي للضابطة القضائية بأي قرص مدمج، بدعوى أن الأقراص المدمجة احترقت بالكامل.